الرسم. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بلسم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي. موضوعنا عن العادات السيئة، العادات الضارة التي تضر بصحة الفم والأسنان عند الأطفال، مع ضيفنا الدكتور أحمد قناية، اختصاصي طب فم أسنان الأطفال في المستشفى السعودي الألماني بدبي. للتواصل عبر الهاتف 600-55-1414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. دكتور أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عادات ضارة، عادات سيئة تضر بصحة الفم والأسنان منذ الصغر دكتور أحمد، يعني سواء مص الإبهام، قضم الأظافر، أيضا الرضاعة الصناعية أو التلهية وغير ذلك دكتور. تمام. هلا بالنسبه للعادات السيئه في الاطفال بيمروا بمراحل كتير بالعمر. نعم. اكثر عاده سيئه هي بتاثر بالاطفال هي موضوع اللحايه او الرضاعه الصناعيه، والعاده الثانيه عاده نص الاصبع. عاده نص الاصبع غالبا بنشاهدها بعد سن 3 سنين، خصوصا بالفتره اللي بيكون الطفل انتقل فيها وقف الرضاعه الطبيعيه او الرضاعه الصناعيه، فللتعويض لها فبيلجا لعاده نص الاصبع، غالبا بيكون اصبع الباهم. نعم. فعاده نص الاصبع هي عاده هي عاده سيئه بنحسن نتغاضى عنها لحد ما يصير الطفل عمره 3 سنين. بعد 3 سنين لا، تعتبر عاده سيئه ولازم نحن ناخذ لها اجراء، لانه بتاثر كثير على شكل الفكين وعلى نمو الاسنان والفكين. نعم طبعا، يعني لو بدأنا معناتها من مرحلة الرضاعة، إذا موضوع الرضاعة الصناعية، الرضاعة بالزجاجي، طبعا دائما نقول حليب الأم هو الغذاء المثالي للطفل، ولكن للأسف يعني هناك من يلجأ إلى الرضاعة الصناعية. أكيد. بالنسبة لموضوع الرضاعة الصناعية، الرضاعة الصناعية طبعا هي غالبا الأشخاص بيلجأوا للرضاعة الصناعية للتعويض عن حليب الأم. موضوع الرضاعة الصناعية لعند عمر سنتين من عمر الطفل تعتبر مقبولة وما في مشكل فيها، بس ولكن واجب أخذ الاحتياطات. في كتير من الأهل بيسألونا أنه أسنان مؤقتة ما لازم نفرشيها أو لازم نفرشيها، فمنقول للأهل دائما الطفل اللي عم ياخذ الرضاعة الصناعية فيفترض يكون بالمقابل كمان في عناية بأسنانه، لأن الحليب وقتنا بيتواجد بالفم وخصوصا خلال فترة الليل بيزيد نسبة النخور بشكل كتير كبير. فكتير بيقول عنا أيام أطفال عمره سنتين أو سنتين ونص وهن عم يعانوا من تسوسات بجميع أسنانهم اللي هي جديدة بزوغة. فالرضاعة الصناعية يفترض مقبولة لعند عمر سنتين أو سنتين وشهرين تقريبا. بعد منا لازم الأهل يلاقوا حل ولازم يوقف الرضاعة الصناعية، وبيكون الطفل أخذ حاجته من الحليب والغذاء، وبينتقلوا لموضوع أنه ياخذوا الموضوع الكالسيوم أو الحليب من أغذية تانية أو من ضمن الحليب عن طريق الكاسر. نعم. أيضا من العادات الضارة دكتور ما يتعلق بأيضا مص الإبهام أو الإصبع. مص الإصبع هي غالبا عادة مص الإصبع بتتكون عند الطفل بعد ما يفطم من رضاعة صناعية يعني من التبرون تبع الحليب. فمص الإصبع أول فترة بنحسن كمان يتغاضى عنه لمدة عمر 6 سنتين و6 شهور إلى عمر 3 سنين. المشكل انه عادة مص الاصبع بتأثر على تكون الاسنان وعلى شكلها وشكل الفكين، فبتلاقي الطفل شكل الفكين اخذ تماما حجم اصبعه. في اجهزة يعني الطرق اللي نحن بنحسن يعني نحاول نوقفها، بنبلش اول شيء بتوعية الاهل، بنبلش باساليب المرحلة اللي بعدها، مرحلة اساليب الثواب والعقاب، يعني بنحاول بنخلي الاهل نعلمهم كيف بيضغطوا على الطفل او بيمنعوه من حط عادة مص الاصبع. بعد هالمرحلة
لأنه في أطفال كتير ما تستجيب عليها. منصير نتدخل بالأجهزة وقتها. في أجهزة توضع عن بالفم بتسميها كابح اللسان، أو في أيام كابح الإصبع. منصير نحط أجهزة ثابتة جوات التم، أو أحيانا متحركة وفق الحالة، بتمنع الطفل أنه يحط إيده من إعادة مص الإصبع. نعم، هناك طبعا يعني طرق مختلفة لتدبير هذه المشكلة، سواء بالإقناع أو بالاتخاذ التدابير المتاحة من الناحية الطبية. دكتور أحمد، نعم، تأثيرات هذه العادة على الأسنان، وأيضا على تراكب الأسنان، على أيضا العضة. دكتور عيد قلت لك وجود عادة مص الإصبع تعتبر السبب الأساسي بتراكب أسنان الأطفال بهالمرحلة، أو بتغير حجم الشكل، حجم وشكل الفكين. نعم. المشكلة وقت ما بيحط الطفل إصبعه بتمه، فالفكين بيصيروا تماما بياخدوا شكل الإصبع، فمنصير نشوف الطفل بيعاني من بروز بالفك العلوي وتراجع بالفك السفلي، وبنلاقي فيه تراكب صار بالأسنان السفلية وتوسع بالأسنان العلوية. هي أهم المزايا تبعهم. العلاج بإعادة مص الإصبع، أول شيء أول ستيب هي عبارة عن وقف العادة هي، اللي هو عن طريق التوعية أو عن طريق النهي أو عن طريق الأجهزة اللي بتنحط بالتم. نعم، أيضا مع يعني الأطفال اللي بعمر المدرسة هناك أيضا عادات أخرى، مثل يعني عض القلم أو ما شابه ذلك. عض القلم، تمام. نعم. أو قضم الأظافر. نعم. هي العادات كمان تتشكل بالمرحلة اللي بعد، بين 4 إلى 6 سنين. نعم. بيصير الطفل خصوصا ما بيكون بفترة النيرسري بيصير بعض الألم أو بيقرط الأظافر. مشكلة عض القلم بالدرجة الأولى الحبر اللي بيكون متواجد بالتم، هذا كلياته يعني مواد سيئة ما لازم تتماس بالفم. والشغلة الثانية هي انه العض الألم بيسبب كسور بالأسنان. غالبا الطفل وقت ما بيقدم بالألم لمدة طويلة بيقدم عن نفس السن، فبيصير في كسر بالأسنان أو تباعد بالأسنان وتغير بأبعاده، فبتصير بتولد عنا مشاكل تقويمية. نعم، طبعا حتى هذه العادات يعني خصوصا إذا كان عفوا الطفل لديه مشكلة في مص الإصبع في البداية، ومن ثم ننتقل إلى المسائل الأخرى اللي بتعلق بعض القلم أو ما شابه ذلك، يعني الحالة تزداد. تمام. هو الطفل عادة ببلش مرحلة من عمره صغير، من وقت ما بيصير فطام عن الحليب أو عن الرضاعة الصناعية، فبيصير بيبحث عن أساليب بديلة، فبيبلش بأيام بمص الإصبع بأي أدوات متاحة له. فأول بالعمر 2 إلى 4 سنين فبتكون أسهل وسيلة له هي الإصبع. بعد منا في أيام أطفال بيجونا عندهم عادة قضم الحرام مثلا. نعم. بتلاقي قبل ما ينام لازم يقضم الحرام فرضا. بعمر المدرسة صار الولد التولز الأدوات اللي بإيده أكتر، فبالتالي بتصير عنده الألم، عنده المحايا، عنده الأظافير. بكل الأحوال هي حقيقة هي الحاجز الأول هو الأهل. الأهل هن اللي بيحاولوا بيحسنوا يشدوا الظاهرة من أولها. بمجرد ما يشوفوا الولد بلش عنده عادة يحط الإصبع أو يقدم ألم أو يقدم أظافيره أو أي شيء، مجرد ما يتصرف والتدخل فيه مبكر فبيخلي العلاج كتير بسيط، خلال أسبوع أو أسبوعين بتنتهى القصة، بينساها الولد مثل أي عادة بيتعود عليها وبالمقابل بيحسن ينساها. بس المشكلة وقت ما بتكون الفترة طويلة أو الأهل ما انتبهوا للفكرة، فبتصير طريقة أنك تحاول إقلاع عنها بتكون كمان بياخد وقت كبير وبتعذب الولد والأهل كتير منيح. نعم، إذن منتابع حديثنا عن العادات الضارة، عادات الأطفال طبعا الضارة بصحة الفم والأسنان عند الأطفال، مع ضيفنا الدكتور أحمد قناية اختصاصي طب فم أسنان الأطفال في المستشفى السعودي الألماني بدبي. دكتور أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. أيضا ذكرنا طبعا فقط للتذكير مص الإبهام أو الإصبع، قضم الأظافر، عض القلم أو ما شابه ذلك، الرضاعة أيضا الصناعية، كل هذه تؤثر بشكل سلبي على صحة الفم والأسنان عند الأطفال. أيضا دكتور أحمد، يعني تناول بعض الأطعمة التي تلصق بالأسنان عادة، سواء كانت معجنات أو حتى حلويات مسكرة، سكريات أو ما شابه ذلك.
تمام. النظام الغذائي اللي بيعتمد كثير عند السكر وخصوصا عند الطفل، أسوأ الشيء اللي تفضل ذكره هي الشغلة بنسميها الشغلات السكاكي اللي بتلتزق بالاسنان. نعم. السبب فيها انه اولا بتزيد نسبة السكر بالتم بشكل كبير، والسبب الثاني انه التصاقه بالسن بيخليه لمدة طويلة كثير. نعم. بالإجمال الطفل كبنية الجسم أو كطبيعته ما له بحاجة السكر بشكل كتير كبير. الطفل هي الإدمان على السكر عند الطفل يعتبر أحد أنواع العادات وليست أحد أنواع التغذية. يعني جسم الطفل ما بيطلب السكر، ولكن عادته على التغذية للسكاكر والحلويات هي اللي بتخليه أدمن على موضوع السكر والشوكولا وخصوصا الستكي الشغلات السكر اللي بيلزق بالأسنان. نعم. مثل أي عادة سيئة، العلاج الأول الخطوة الأول هي توعية الأهل قبل توعية الطفل. بهيك حالة في مثل مسحة بمزحة عادة مع مرضى، وقت ما بيقول لي أنا ما بحسن أني وقف الولد عن السكر وبقول له أنت اللي عم تجيب له إياه بالنهاية. نعم. فإذا الأهل وقفوا يجيبوا الشوكولا والسكاكر أو اختاروا أنواع معينة أو بكميات قليلة، وهي أهم شيء أنه يختاروا كميات قليلة من السكاكر، وبالتالي فالطفل ما عنده حل غير يأكل النسبة القليلة من السكر الموجودة. نعم، البدائل المتاحة يعني حتى سواء كانت فواكه أو غيرها، لأنه هذه نعم. ما موضوع السكر اللي موجود بالفاكهة بالعصائر أو أي شيء، هو بيعطي الطفل السكر طبيعي فريش بدون ما يعطي أي مشاكل بالأسنان. وبهون بحب بوجه شغلة كتير مهمة. نعم. موضوع العناية بالأسنان عند الأطفال بتبلش من عمر السنة. أكترية الأهل بيفكروا أنه العناية عند الأسنان أطفال بتبلش بعمر 4 أو 5 سنين، هي يفترض تبلش بعمر السنة عند أول مرحلة بيطلع فيها أول سن بتم. الطفل من لازم بيفرش أسنانه، طبعا ما في فرش أسنانه لحاله، غالبا الأهل هنا بيفرشوا له إياهم. وبخلال فترة من سنة من عمر السنة لسنتين فينا نستخدم فرشاية الأسنان مع المي بدون أي معجون أسنان، وبعد عمر السنتين نستخدم معجون أسنان. الغاية من القصة أولا تنظيف الأسنان من أي سكاكر ملتصقة أو أي بقايا حليب أو بقايا أكل، والشغلة الثانية واللي هي الأهم تعويض الطفل على هي العادة. مثل ما الطفل بيتعلم عادات سيئة فينا نعلمه عادات جيدة كمان. نعم، دائما للأسف الطفل يدفع ضريبة كبيرة جراء طبعا سلوكنا نحن الكبار الخاطئ تجاهه، سواء ما يتعلق بالأغذية أو حتى بالعادات الصحية، العادات طبعا المرضية وليست الصحية، لأنه إذا التزم بالعادات الصحية سيحصل على نتيجة أكيد صحية. يعني حينما يرى الطفل على سبيل المثال، يعني الأب يمسك بزجاجة وطبعا بين أسنانه على سبيل المثال، أو يعني يقطع الخيط بأسنانه أو ما شابه ذلك، يعني فإذا سيقلده وبالتالي نعلمه العادات الخاطئة للأسف. تمام. طيب تمام. موضوع أيضا الكزة على الأسنان أو صرير الأسنان دكتور. موضوع البروكسيزم أو موضوع الصرير عن الأسنان هي نقطة كتير مهمة. سابقا ما كنا نشاهدها عند الأطفال. صرير الأسنان عند الكبار عند البالغين أو المرضى هي شغلة بنواجهها كتير بالعيادات، وهي نتيجة الاسترس النفسي أو الضغط أو whatever. بس مؤخرا صرنا حتى عم نشاهدها عند الأطفال بأعمار 4 أو 5 سنين وطالع. آخر دراسات بتقلك أنه موضوع الصرير الأسنان عند الأطفال هو ما له سبب، لأنه الطفل عمره 4 أو 5 سنين ما لازم يكون ما في عنده هالضغط النفسي أو هالمشاكل العائلية أو أي شيء. طلعت آخر دراسات لاحظت أنه السبب الأساسي بإعادة صرير الليلي عند الأطفال هي موضوع استخدام الألعاب الفيديو أو الآيباد أو الجيم قبل النوم، وخصوصا قبل النوم. الطفل بمرحلة ما قبل النوم غالبا في عادة من العادات السيئة أنه الأهل بيعطوا الآيباد أو الفيديو جيم للطفل قبل ما ينام، وبعدين بينعس الولد وبيروح على تخته بينام. المشكلة أنه وقت ما الطفل بينام العقل بيستمر بالدوران، بيضل بالتفكير بالألعاب القديمة. فغالبا واحدة من الأسباب أو من أهم الأسباب تبع هي استخدام الفيديو جيم أو الألعاب الإلكترونية وخصوصا مرحلة النوم. أنا كتير بقول لهم ياها للمرضى، الطفل قبل ما ينام حاولوا يتعلم أنه يقرأ قصة مثلا، يبعد عن أي شيء فيه أي شيء ألعاب فيديو تعطي ضغط وستريس، وبالتالي هي سبب أساسي موضوع صرير الأسنان الليلي عند الطفل.
والمشكلة الثانية انه هي للأسف عادة الصهيوني الليلي عند الطفل ما عندنا اي علاج لها، لانه ما بيصير نحط له اي جهاز. عند الكبار فينا نحط لهم اجهزة بنسميها نايت جارد، في اجهزة نحسن نحل المشكلة، بس عند الطفل ما عندنا اي حل نحسن نحط له اياه قبل ما يصير عمره تقريبا 10 او 12 سنة. نعم طبعا نتمنى دائما الاهتمام بصحة الأطفال. من نصائح اللي حابب يعني نوجهها للمستمعين والمستمعات ما يتعلق بطريقة تفريش الفم والأسنان عند الأطفال، أيضا اختيار الفرشاة المناسبة، المعجون أيضا المناسب دكتور أحمد. بالنسبة لموضوع تفريش الأسنان إنه هو يفترض بعمر السنة الأولى، بنصح الأهل وخصوصا الأمهات الجدد إنه أول فترة من عمر الطفل يستخدموا إذا بيحبوا فراش السوفت بهالحالة أو الناعمة. ما كتير بتأذي اللثة تبع الطفل حتى لو ما كانوا عم يعرفوا يفرشوا منيح. ومن عمر السنتين للست سنين فيهم يستخدموا الفراش الإلكترونية الدوارة، كمان المنافع فيها إنه بالحد الأدنى هي بتنظف حتى ولو ما الأم اتبعت النظام كامل بالتفريش، بالحد الأدنى هي بتفرش. بعد عمر 6 سنين فيها تستخدم أي نوع من الفراش الميديوم أو السوفت. وبالنسبة لمعجون الأسنان ننصح أي معجون أسنان بيحبه الطفل بيستلز طعمته، بس الشرط الأساسي إنه ما يتكتر من المادة. في معجين مخصصة للأطفال ما في مشكلة إذا بلعها، بس الشرط إنه ما يكتروا بمادة معجون أسنان على الفرشاية، يعني ما تتعدى حبة العدس، يعني نقطة حبة العدس. طيب لدي اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله. أبو عبد الله أخي العزيز أهلا وسهلا فيك تفضل. أمريكا. والله أنا عندي ابني عنده عمره 12 سنة. نعم. لكن لما بيجي ينام بالليل بينام وبقه مفتوح. نعم. ما بيحاولش إن هو يقفل بقه ويتنفس من المناخير. عرضناه على دكتور أنف وأذن حنجرة فقال لي إن ما عندوش حاجة. فموضوع فتح البق أثناء النوم طوال الليل يؤثر على الأسنان. نعم. والفكين. طيب. وهل هناك أي طريقة ممكن نعالج الموضوع ده؟ طيب خليك معي دكتور أحمد، بتحب تسأل الأخ أبو عبد الله أي سؤال؟ لا، موضوع فتح الفم عند الطفل أو أثناء الليل إنه بيأثر على الأسنان أكيد أكيد بيسبب مشاكل تقويمية، لأنه بالنهاية غشاء قبة الحنك وتراجع اللسان، ما المريض بيفتح فمه خلال الليل بيخلي اللسان يأخذ وضع خلفي، فبالتالي بيسبب تضيق بالفك العلوي وبروز من الناحية الأمامية الفك العلوي، فأكيد بيعمل مشاكل. بس السبب الأساسي تبعه أكثر شيء بنسميهم اللحميات. أنا بفضل تشيك مع إنه شيكت أولويدي مع الدكتور الأنف هو نعم، لكن قال له إنه ما في، لكن يحتاج إلى تقييم مرة ثانية أعتقد حقيقة، لأنه ما له سبب التنفس الفموي بالليل. أكثر سبب أكثر من 98% إذا مو 100% هو سبب اللحميات اللي بتكون بالأنف، فبالتالي بيصير الطفل مضطر يفتح فمه ليتنفس لانه ما محسن يتنفس من 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 مدخل الانف. نعم. شكرا لاتصالك اخي ابو عبد الله، نتمنى مثل ما ذكر الدكتور احمد بضروره استشاره طبيب اخر، طبيب اذن انف حنجره، لتقييم حاله الطفل لديك. او ايضا طبعا يعني البقاء الفم مفتوح اثناء الليل يؤدي الى جفاف دكتور، والجفاف ايضا يسبب مشاكل نخوة تسوس. نعم. بيسبب بترتفع نسبه النخوة السنيه بسبب جفاف اللعاب ايضا. نعم. طيب عندي عدد من الرسائل. رساله تقول لدينا طفل عمرها 2 سنة و4 أشهر تقدم اظافرها، حاولنا نبهنا لكن يعني كل ما حاولوا يساعدوها لانه تخلص من هذه المشكله يؤدي العناد والتمسك بها، يؤدي الى العناد والتمسك بهذه العاده، فما الحل؟ عاده بهيك قصه اكيد الاهل اكيد لهم دور الاهم بيحاولوا منعها، بس فينا نستخدم الاهل موضوع الجلوفز الكفوف بحيث انه يلبسوها، تصير تلبس الطفل احد انواع الكفوف بصير بحيث ما تصل لاظافرها. نعم. وبنفس الوقت بيحاولوا يضغطوا انه يحاولوا يمنعوها من العاده، بس عاده قدم الاظافر عند عمر طفل عمره 2 لـ3 سنين مبدئيا ما لها حل مبدئيا غير نحط لها كلافز نفس الكفوف اللي بيستخدموها بحيث ما تحسن تنتزعها من الايدين الطفله، وبنفس الوقت يضغطوا عليها. نعم. هناك ايضا رساله اخرى عن رضاعه الاصبع او مص الاصبع. السلام عليكم دكتور، طفلي عمره 2.5 سنين، كيف اتخلص من مص الاصبع لديه؟
عدد الطفل بعمر سنتين ونص اول خطوه بناخذها من في مثل الدواء بالفرنيش بالصيدليات بينحط له طعمه بشعه ولون اسود ما بيأذي صحيا، فعاده بننصح الاهل يستخدموه الفرنيش بينحط على الاصبع، فالطفل مبدئيا وقت ما بيحط اصبعته بتطلع عنده طعمه مره ما طيبه ولون سيء او اسود. نفس الشيء بالنسبه للاظافر معناته، نفس الشيء بالنسبة لقضم الأظافر يمكن استخدام هذه المادة أيضا دكتور؟ قضم الأظافر ما بتستخدم لأنه هن الطفل اللي بيقضم الأظافر تبعه هو يعني بيستمتع بالصوت تبع الأظافر أكثر ما يكون يعني شعور الارتياح تبعه عند القضم، فينا نستخدمها حقيقة. نعم. بس القضم أريح شيء، أفضل شيء إنك تحط له نعم الكفوف. طبعا أيضا لابد أن نعرف يعني نعرف مثل هذه الحالات أحيانا تكون بنوع من التعويض عن شيء يفتقده الطفل، يعني إذا كان هناك أطفال آخرين ضمن الأسرة، عدم اهتمام كافي أو ما شابه ذلك، لابد أن ننتبه إلى جملة هذه الأمور حتى نعالج المشكلة بالشكل صحيح. نصيحة الأخيرة دكتور أحمد. نصيحتي الأخيرة هي نفس نصيحتي الأولى، تفريش الأسنان بيبلش من عمر السنة، والانتباه مبكرا عند أي عادة سيئة عند الطفل لأن الاكتشاف المبكر بيسهل كثير خطرة العلاج. كل الشكر للدكتور أحمد قناية اختصاصي طب فم أسنان الأطفال في المستشفى السعودي الألماني بدبي. دكتور أحمد شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشكور. شكرا.